قالت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء خالد بحه غادر العاصمة صنعاء بعد رفع الإقامة الجبرية عنه صباح اليوم الاثنين، والتي فرضها الحوثيون منذ يناير الماضي. نجا القيادي في جماعة الحوثي عبد المعين الشريف من محاولة اغتيالين اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة بالعاصمة صنعاء. احتجز مكتب الحوثيين بوزارة الخارجية مذكرة لمنح تأشيرة مغادرة إلى تونس لعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب محمد غالب. أفادت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة بين الحوثيين والقبائل في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء بعد ساعات من مقتل 3 حوثيين بالقرب من جبل المعادن. نظمت عدد من الناشطات بمدينة إبس لسلة بشرية أمام مبنى السلطة المحلية عصر اليوم إحياء للذكرى الرابعة لمجزرة جمعة الكرامة. أحيى الحراك التهامي الذكرى السنوية الرابعة لتأسيسه بعدد من الفعاليات والمهرجانات في ساحة الشهيد الهنومي بمديرية الحوك في محافظة الحديدة. في ظل استمرار السيطرة الحوثية على البنك المركزي، أظهرت بيانات مالية حكومية اليوم الاثنين أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع نحو 6% في يناير مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.